بداية بدنا نحكي عن كيف كانت ظروف العمل بهيدا المسلسل ضمن أجواء كورونا. شوفي، هو مثل أي ظروف للشغل في هذا الوقت هي صعبة جدا، ولكن كيف أنت بدك يعني تقفزي فوق هذا التعب أو فوق هاي المعاناة وتحققي المعادلة بشكل صحيح. للأمانة نحن التصوير هون في أبوظبي مثل ما يعني انحكى من قبل أنه إمارة أبوظبي يعني وفرت لنا سبل كتير مهمة لتريحنا في موضوع التصوير ونعدي موضوع الكورونا. ليه؟ لأنه أولاً من ناحية الحرص على قصة الفحص الدائم لموضوع الكورونا، شيء تاني على المتابعة، دائم المتابعة، والتسهيلات الأخرى اللوجستية اللي سهلونا إياها للتصوير سواء في الأماكن سواء أي متطلبات أخرى أو أي موافقات، فبالتالي كانت يعني سهلوا علينا بالرغم من صعوبتها. 350 جرام انحكى كتير عنه وانكشف جزء كبير من قصته، هل برأيك هيدا بيقلل عنصر المفاجأة والتشويق للجمهور؟ هو شوف، في هذا الحكي فيه منه، ولكن أحيانا أنت إذا تطلعي لها من باب تاني أنت بتكون يمكن يكون في عنصر تشويق أكتر، أنه شافوا الحتوتي هلا بده يعرف كيف انسردت هاي الحتوتي أو كيف تم معالجتها هاي الحتوتي، فبالتالي أنا بعتقد عنصر المفاجأة ما زال موجود، لأنه هاي لأول مرة بينحكى عن عمل وبينطرح أنه شو قصته، فبالنهاية المشاهد ما رح ولو خلص عرفنا شو القصة. لا، معقول أنت في إنتاج كتير كبير مهم وضخم وشركات مهمة بتنتج فيه وبنجوم كبار، معقول يعني يكون بس مجرد هيك الحتوتي؟ أكيد في مفاجآت، وأنا بأكد لك كمخرج في مفاجآت كتير غير اللي انحكى في الميديا عن القصة، في جوا كتير مفاجآت. منلاحظ دائما اختيارك لشباب جداد الساحة الفنية، وبنفس الوقت بتختاروا أسماء قامات، قديش هيدا الشيء بيساعدهم وبنفس الوقت وجود الأسماء الكبيرة، يعني كيف ممكن يتسلط الضوء عليهم وياخدوا فرصتهم؟ أولا النجوم الكبار لا غنى عنهم، هاي مسألة كتير مهمة، وحتى نكون منطقيين وصادقين، انت اليوم لما بدك تشتغلي عمل بدك تبيعي هذا العمل، فبالنهاية هول النجوم الكبار هم مطلوبين كأسماء، لكن انت اليوم بدك الأجيال تاخد من بعضها، فما فيك تخلي بس الناس اللي بتشتغل دائما مع بعضها هي نفسها أو الكبار دائما، لا بدك تخلقي جيل جديد. كيف بتخلقي هذا الجيل؟ بتخلقيه في خليه ياخذ هاي الخبره من هاي الناس الكبيره، فبالتالي انت بتبلشي تاسسي فيه مره على مره مره على مره، بعدين تلقى على عاتقه مسؤوليه اكبر الى ان يصبح نجم، فبالتالي هي العمليه دائره، لانه النجم حتى قد ما يكون وبيكبر في العمر، فبالنهايه اذا كان بيمثل دور الشاب مثلا او الحبيب او الرومانسي، بكره بيكبر بده صف يسوي دور الاب، طب مين بدي اجيب عشان يمثل دور الشباب؟ فنحن بنحاول قد ما فينا، انا بحكي عن نفسي كتير بحب اني انا اجيب شباب جداد، بس طبعا اكيد في عندهم خامة، فكتير بهمني انه هاي الخامة اسلط عليها الضوء وقديش فيني انا اقدم لها كمخرج، وبنفس الوقت من خلال الاساتذة الكبار اللي بيشتغلوا معهم حتى يقدروا يكونوا في الصورة في المستقبل. كمخرج ومايسترو لهيدا العمل، قديش بتتدخل بالممثلين وخاصة إذا كانوا قامة مثلا مثل سلوم والأستاذ سلوم حداد وعابد فهد، وحتى على صعيد النص؟ شوفي، هلا احنا على صعيد النص، اولا هذا العمل بدي انا اشكر الاخت ناديه الاحمر اللي هي كتبت العمل، هي كتابه العمل تم للامانه وانا معها مشهد بمشهد، يعني قعدنا كتبنا تقريبا قبل يعني شيء 3 شهور ونحن بنكتب فيه قبل ما ندخل على التصوير، ونحن انا ما بترك النص، يعني معروف اني بحب اكون مع الكاتب اول باول، فحتى بعد هيك ما يصير في اي تعديلات، فانا بضيف وجهه نظري ايضا مع وجهه نظر الكاتب وبنعطي هاي تشاركي. نحن في اثناء التصوير لما انت بتكون عندي قامات على سؤالك، انا في وجهه نظر للمخرج، وجهه النظر هاي بدها توصل، طبعا نحترم اكيد هم كيف جاي شايف الكاركتر، بنتناقش فيها قبل ما نبلش تصوير انه نحن كاركترنا بده يكون هيك، يعني مثلا الاستاذ عابد فهد عنده هاي الشخصيه الكاركتر، فمن الاساس قبل ما نصور يحكي معي تليفون، محمد شو رايك بدنا نعمل كذا كذا كذا، اقول له رجع اتصل اقول له عابد في نعمل هيك كذا كذا ممكن، فهي التشاركيه وقت اللوكيشن وقت التصوير بتخف اي ملاحظات، ولكن مع هيك بنرجع كمخرج انه لا يا جماعة هون خلينا نعمل كذا كذا كذا، تخطر في بالنا شيء، فأكيد بتدخل لكن لصالح العمل وصالحهم، وللأمانة يعني هم كأساس كبار يمكن يأخذوا الملاحظات ويتلقوها أكثر من حتى من الشباب، يعني هذا شيء يحسب لهم أكيد. هي تجربتك الأولى مع
الفنانة كارين رزق الله، كيف بتوصفها بعد ما اجت من عمر من الدراما اللبنانية؟ يعني هي كانت تحدي للأمانة، ومع كارين، كارين هي إضافة للعمل، أولا بخبرتها بتجربتها الكبيرة، وهي أيضا كاتبة إضافة إلى أنه هي ممثلة يعني، فبالتالي هاي كانت إضافة للعمل، وأنا بالنسبة لي كتير مبسوط في وجودها. يعني أنا أيضا هاي بالنسبة لي دائما أي شخصية أو أي نجم أو أي نجم جديد بالنسبة لي أنا إضافة كمخرج، فأنا كتير مبسوط، والتعامل بيناتنا في الحمد لله في كيمستري كتير مهمة. شكرا جزيلا، شكرا لك كتير لزهرة الخليج.